لو كنا خدنا مصار مرة اللي فاتت والمرة دي الناس جم مفيش حكام ولا حرب. اوكي طبعا الانفرتيليتي منتهى 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 الأهمية. مفيش امتحان نظري نسا وتوليد من غير ما يبقى فيه سؤال انفرتيليتي. ده موضوع محسوب لان ده يمثل جزء اساسي لا يتجزأ من شغلنا. بنسبة كبيرة جدا امتحان الراوند يعني 95% لازم تبقى حالة انفرتيليتي. اخر السنة بنسبة كبيرة قوي قوي هتبقى في حالة انفرتيليتي. طبعا الحالات بالهبل وهي الانفرتيليتي مستانية كلاسيك. لان انت بتتكلم على واحدة يونج عندها 24-25 سنة غالبا ما عندهاش باثولوجي معايا مش معايا دخلة تعمل منظار في المستشفى. فغالبا الموضوع كله ثيوريتيكال. ودي ميزة يعني فاهم انت مذاكرها هتقفل الحالة الراوند اخر السنة في الريتن في كل حاجة. اوكي فموضوع منتهى منتهى الاهميه ان شاء الله هيتاخد النهارده وهيتاخد بكره ونركز مع بعض وانا في الاخر هكونكلود ايه الحاجات الاهم في المهم بتاعها. ولكن الاساس الاساس من اول كلمه لاخر كلمه الاهم فالمهم فاهمين قصدي ولكن كله مهم. واضح مش زي مواضيع تانية لا اشرب شطب دي لا مش كلام من ده. طيب يلا يا جماعه في اماكن هنا اول حاجه على مستوى الديفينيشن ودي حاجه مهمه قوي بنركز معاها. لو سمحت مش عايز صوت العدد كبير وهي مجموعه واحده طب عايز مش عايز صوت. يعني ايه فيرتيليتي؟ معناها ability to conceive. واحده واحده يعني ايه ability to conceive؟ تحمل يعني الخصوبه معناها ان هي تحمل مش تجيب اولاد. اول حاجه ناخد بالنا منها يعني الست دي لو حملت يبقى دي فيرتايل. الحمل كمل ما كملش عندها اولاد دي انذر ايشو. فبالتالي الانفيرتيليتي هيبقى معناها ايه؟ انابيليتي تو يعني مش قادره تحمل. طبعا ما ينفعش في الاطلاق. ليه؟ لان ممكن تبقى متجوزه بقى لها شهرين صح. ممكن تبقى متجوزه مثلا بقى لها 7 شهور جوزها قعد معاها 5 ايام ما كانش فيها مثلا اوفيليشن وسافر صح ولا لا؟ فلازم يبقى لها كرايتيريا ان ability to conceive in spite of continuous regular unprotected marital relationship for 1 year. واحده واحده بقى قوي الكلام ده. واحده مش عارفه تحمل مع ان لمده سنه كامله جوزها موجود وفي continuous regular unprotected marital relationship. يعني ايه continuous وregular؟ يعني مثلا ما بيسافرش ويرجع مثلا مثلا ما يبقاش ضابط جيش اسبوعين واسبوعين فالاسبوعين اللي بيسافرهم هم اللي فيهم الاوفيليشن. طب ما هو دي infertility بامارت ايه فاهم قصدي؟ ما يبقاش السنه دي مثلا اقضيها وهو مسافر بره. unprotected يعني ما فيش contraception. معلش سوري يعني ما ينفعش يبقى واحده مركبه اي دي مثلا بعد ما خلفت البيبي الاولاني وفضلت 5 سنين مركبه الاي دي وتيجي في الاولى فلاقي ولما شالته بقى لها شهرين تقول لك انا انفيرتايل. لا سوري صح ولا لا؟ يبقى تاني ديفينيشن ان ابيليتي تو كونسيف ان سبايت اوف كونتينوس ريجولار ان بروتكتد ماريتال ريليشن شيب فور 1 يير. منتهى الاهميه الكلام ده لازم نبقى فاهمينه قوي قوي قوي. طيب في بقى كلمه ثانيه دايما بتدخل معانا اسمها sterility. sterility بالعربي دي معناها ايه؟ العقم عقيم. sterility يعني استحاله الحمل. impossibility to conceive عامله هيستريكتومي عامله بايلاترال اوفريكتومي فاهمين حاجه بقى اللي هو ما مستحيل خلاص. علشان كده الكلمه انتوا عارفين infertility بالعربي يعني ايه؟ الكلمه الصح تاخر الانجاب. لانك انت وانس قلت عقم يبقى ده ستيريليتي عمرها اصلا يبقى انت بتعالجها ليه اصلا؟ فهمت قصدي؟ يبقى مثلا دكتوراه ما اعرفش ايه والعقم غلط كلمه العقم اي غلط الكلمه دي غلط لانها المفروض انفيرتيليتي يعني تاخر انجاب فدي ممكن تتعالج ولكن ستيريليتي عمرها ما تتعالج. اوكي؟ طيب مفهوم تاني او خلينا في الاول التايبس بتاعتها ايه؟ لا اما برايمري انفيرتيليتي لا اما سكندري انفيرتيليتي. برايمري يعني ايه؟
عمرها ما حملت. طب سكندري حملت قبل كده. أجين أجين أنا بتكلم على الحمل، مش بتكلم إن هي خلفت أو عندها بيبي أو كلام من ده. تفتكر الكلام ده؟ بمعنى برايمري عمرها ما حملت، أوكي؟ بس بشرط الكلام ده طبعا كله كلينيكال وشفوي دوكيومنتد بريجنسي. اكتبوا الكلام ده. يعني إيه دوكيومنتد بريجنسي؟ يعني هنا أو هنا أنت بتحكم على الحمل، صح؟ الحمل ده لازم يبقى دوكيومنتد بريجنسي، يعني ألترا ساوند أو بريجنسي تيست. برضو وصلنا لايه؟ الست بتسالها انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ تقول لك 5 سنين، تمام؟ حملتي قبل كده؟ تقول لك اه من سنتين. تقوم انت زي الكتكوت تقوم تكتب ايه؟ سكندري انفيرتيتي 2 ييرز. لو كلفت نفسك وسالتها كويس هتقول لك اصل الدوره كانت اتاخرت في التوقيت ده يومين ثلاثه، فالدكتوره قالت لي ده اكيد كان حمل وايه؟ ونزل. شغل جبر خواطر وكلام انت فاهم شغل يعني فاهم كده؟ لا طبعا ده ما اسمهوش بريجنسي. امال بريجنسي امتى؟ الترا يعني لما قلت لك انا حملت وعملت سونار وبين بيبي ونزل، او عملت اختبار حمل وطلع موجب فكنت حامل. بس اما الدوره اتاخرت شويه ونزلت، اما ما اعرفش الدوره ما كانش بتجيني، فاكيد الدكتوره قالت اصل ايه الدكتوره ادتني حقنتين وقامت نزلتهم عشان ايه؟ ودايما بيبقى دكتوره معلش تمام ما علينا يعني. المهم فكل الكلام ده مش اكسبت. يبقى كلمه دوكيومنتد بريجنسي يعني ايه؟ ركزوا يا جماعه، ده اللي بيوقع في الامتحان في الراوند واخر سنه. يبقى دي ما حملتش ودي حملت قبل كده، وكلمه حملت ملهاش علاقه بالاوتكم. ركز في الكلمه دي. يعني ايه يا جماعه؟ اقول لك حاجه ظريفه. واحده بقالهم 6 سنين متجوزين تمام كده، وحصل 8 ابورشن، واخر ابورشن من سنتين. صح ولا لا؟ الكلمة secondary infertility 2 years أول ما تسمعها تديك حق بنية عندها ابن عنده سنتين، صح؟ صح؟ secondary infertility 2 years معناها إيه؟ عندها بيبي ماشي؟ وبقالها سنتين مش عارفة تخلف، صح؟ مش ده الإمبريشن الأولاني؟ أنا ماليش دعوة. واضح الكلام؟ يبقى secondary infertility معناها إيه؟ تحمل، ماليش دعوة بالأوتكم، ما عنديش دعوة هي ولدت أو ما ولدتش، عندها أطفال ولا ما عندهاش، ابنها فيه مشكلة ولا ما فيهوش مشكلة. أوكي؟ برضه مثلا واحدة 5 سنين فيهم 7 ابورشن، اخر واحد من 3 شهور. اصلا ما فيش انفيرتيليتي. فهمتوا قصدي ولا لا؟ علشان كده علشان كده إيه قال لك ان التيرمز دي مور ليس ممكن تبقى ظالمه ما تبينش يعني المشكله اللي عند الست. فهمتوا قصدي؟ فقام قال لك ايه؟ قام اخترع لفظ جديد اسمه ايه؟ ريلاتيف انفيرتيليتي. ريلاتيف انفيرتيليتي بقى يعني ايه؟ تخلف مش تحمل. فهمتوا الفرق؟ ريلاتيف انفيرتيليتي يعني ايه؟ inability to give carry out a live birth. معايا ولا مش معايا؟ يعني واحده بقى لها 5 سنين حصل لها 4 ابورشن، اخر ابورشن من سنه، يبقى سكند انفيرتيليتي 1 year، صح؟ بس انا مش موضحه يعني صعوبه حالتها، يبقى ممكن يبقى اسمها ايه؟ relative infertility 5 years، يعني بقى لها 5 سنين مش عارفه تخلف بالبلدي. فهمتوا الفروقات؟ يبقى نكونكلود تاني كده مع بعض بعد اذنكم، لان دي مهمه جدا جدا، لان ده اللي بيوقع في الامتحان. fertility ability to conceive. infertility يلا inability to conceive in spite of continuous regular unprotected marital relationship for 1 year. يلا يا جماعه. sterility impossibility to conceive يعني مش هتحمل نهائي. primary infertility never got pregnant. secondary infertility got pregnant before whatever the outcome. relative infertility inability to give to carry out labor. طيب انسى اللي هو الريلاتيف انفيرتيليتي دي، اياك حد يستعملها لما انت عارف المعنى بس، ولكن تشخص حاله مالكش دعوه. يعني لما اقول لك الدياجنوز في ذيس كيس هيبقى ايه؟ هتقول ايه؟ ايذر برايمري او سكندري بس. يعني الريلاتيف دي حاجه ان بي كده، اعتبرها ان بي. طيب السؤال ده هيجي في الراوند او اخر السنه ديفنت،
اللي هو ايه يقول لك الدياجنوز بتاع الحاله دي ايه. تمام؟ فانت هتسالها هيبقى لها قد ايه حامل وما اعرفش ايه والكلام ده. تمام؟ طب الاسئله هتبقى ايه؟ بقالك قد ايه متجوزه؟ صح؟ فامثله مثلا لو قلت لك بقالك 5 سنين، طب عندك اطفال، حملت قبل كده؟ لا. يبقى دي ايه؟ برايمري سكول 5 years. صح؟ طيب بتقول لك بقى لهم 6 سنين، تمام كده؟ وعندها بيبي عنده 4 سنين. طب الناس اللي عندهم راوند اللي انا قمت يعني اتنبه صوتي معاهم، متجوزين بقالهم 6 سنين وعندهم بيبي عنده 4 سنين. واحد بس يقول لي الجواب صح. سكند انفينيتي 4 ييرز يا جماعه. عندها بيبي عنده 4، لو سمحت يا جماعه، عندها بيبي عنده 4 سنين من ساعه ما جابته وهي مش عارفه تخلف. انتوا حاسبينها العكس. هي هو عنده 4 سنين، يعني والدها 2009 مثلا، من 2009 لحد دلوقتي مش عارفه تخلف. صح؟ طب وانا مالي ان هي متجوزه من امتى؟ هي متجوزه في 2007 وخلفت في 2009، من ساعه ما جابت البيبي لحد دلوقتي مش عارفه تخلف. البيبي عنده 4 سنين. ساكن ريبريزنت يعني ايه؟ هو خط الاعداد بيبدا من الاول. نحن هنا خلاص، هي متجوزه هنا خلاص، بعد سنتين جابت البيبي صح؟ بقالها قد ايه بقى ما خلفتش؟ 1 2 3 4، من عمر البيبي. فهمت قصدي؟ يعني في المثال ده مثلا يعني متجوزين 2007، خلفت 2009، من 2009 لحد دلوقتي ما خلفتش. المفروض تقعد سنه سنتين يعني. يعني في لاكتيشن وكده المفروض سنه سنتين مفيش. لا ما ده بقى مالناش دعوه بيه. ركز معايا. هي بقى لها قد ايه خلفت؟ بقى لها 4 سنين ما خلفتش من ساعتها. يبقى سكند 34 ييرز. الكلام اللي انت بتقوله ده بقى ايه؟ انا لسه هقوله دلوقتي اللي هي ايه؟ خلي بالك هي استعملت كونترسبشن ولا ما استعملتش؟ استعملت. مالكش دعوه ان هي بترضى ولا ما بترضاش. ده ما يعتبرش وسيله تتعامل عليه. يعني لو قلنا الكلام ده منتهى الاهميه وده اللي بيوقع في امتحان الراوند خلاص، متجوزه بقى لها 8 سنين، تمام، وابنها عنده 6 سنين واستعملت اي دي لمده 3 سنين. ماشي كده 3 سنين. بس كونتينوس ولا لا؟ بص بقى كونتينوس يبقى سكند 3 ييرز صح ولا لا؟ يعني هي متجوزه من 8 سنين خلاص، ابنها عنده 6 سنين، من ساعه ما جابت ابنها ما خلفتش تاني، بس 3 سنين من دول كانت بتستعملها اي دي. يبقى بقى لها قد ايه مش عارف؟ الثلاثه اللي في الاول ولا لا؟ الثلاثه اللي التانيين طبعا. اوكي يعني يعني لا الاي دي ما دام استعملها يبقى ما خلفتش، ما ينفعش تحسبها. لا اسمها كونترسبشن مش انفرتيلتي. انفرتيلتي يعني مش عارفه تخلف، انا بستعملها عشان كونترسبشن. بص هي خدت خدت اي بعد اذنكم بس بصوا كده، يعني هم اتجوزوا هنا خلاص وبعدين خلفت البيبي هنا صح؟ المده دي كام؟ 6 سنين. 6 سنين ثلاثه منهم مستعمله اي دي، يبقى هي كام؟ 3 سنين بس مش عارفه خلف سكند انفرتيلتي خلاص؟ واحدة متجوزة بقالها 5 سنين وأربع مرات أبورشن، آخر مرة من 6 شهور. مش انفرتايل أصلا. دي مشكلتها اسمها ريكارنت أبورشن، أصلا مش موضوعنا خالص. خلاص؟ واحدة 5 سنين 4 أبورشن، آخر مرة من سنة ونص. نص أنا نص برايمري سكند 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 ريفيتيد وأنا نارمي. خلاص؟ الكلام ده منتهى الأهمية هيتسأل فيه في الراوند وآخر سنة ضروري. خلاص؟ كلمة برضو تخلوا بالكم منها وانت بتسأل الكلام ده كله كلينيكال، يعني سكند مارج الانسانس بتاعه مهول فوق ما تتخيل خلاص، لازم تسأل عليه ان هي كانت متجوزة قبل كده ولا لا خلاص، فوق ما تتخيل، وتأكد ان الست مش هتقول لك من نفسها
اوكي. فانت برضه انت ما تبقاش يعني غبي في الاسئله انت فاهم يعني. اتجوزتي يعني اتجوزتي قبل كده؟ اتجوزتي على جوزك؟ جوزك اتجوز عليه؟ فاهم؟ في اسئله غبيه. كان واحد صاحبنا كده ربنا يمسيه بالخير بيسال ست انت بتشربي خمره؟ طب بتاخد جوزه يعني فاهم كده وبتشاع يعني. ففي اسلوب ده. متجوزين بقالكم قد ايه؟ 3 سنين. ده اول زواج بس كلمه ونص. يا اما تقول لك اه وتبقى مستغربه، لا اما تقول لك اه ده كنت متجوز، لا ده تاني جواز وكنت متجوز قبل كده 4 سنين واتطلقنا عشان ما حصلش نصيب، هو اتجوز وخلف وانا متجوزه ولسه ما خلفتش. طبعا ده ينزل الدياجنوز بتاعك نهائي بعد ما انت كنت تقول برايمري فرديت 2 ييرز، ال 2 ييرز مع ال 4 سنين اللي قبلهم ادي 6 ييرز. فهمت قصدي ولا لا؟ ده مهم قوي 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 وانت بتسال في المحامي. نفس الجوازين نفس الجواز اوكي. وطبعا طبعا الفتره اللي ما بين الجواز ده والجواز ده ما تتحسبش بالصلاه على النبي. يعني هي اتجوزت 4 سنين وبعدين فضلت 5 سنين مش مرتبطه وبعدين بقى لها 2 سنين، يبقى 2 سنين مع الاربعه. خلاص في ناس بتحسبها ان بقى لها 10 سنين او 11. فهمت قصدي؟ فتذكر من الحاجات دي اللي بتوقع في الاسلام. اوكي؟ طيب يبقى كل ده احنا بنتكلم كلينيكال راوند وكلام منتهى الاهميه. طيب الانسنس بتاع الفيرتيليتي قد ايه؟ حوالي 12.5%. 12.5 ده اللي هو ايه يا جماعه؟ تمن صح؟ يعني انا هقولها لكم باسلوب عشان تحفظوها. كل 8 كابلز بيتجوزوا كابل مش هيعرف يخلف، تمام كده؟ والسبعه دول لما يحملوا كابل هيحصل له ابورشن. حلو؟ يعني 8 كابلز دول لما يتجوزوا واحد من كابل هيحصل له انفيرتيليتي، والباقيين لما يكملوا الحمل واحد منهم هيحصل له ابورشن. فعشان كده نسبه الابورشن هي نفسها نسبه الانفيرتيليتي 12.5% يعني توم. واضح طبعا رقم مش قليل خالص. الغريب ان البرايمر انفيرتيليتي 5 والسكندري 7. 5 و7 و12 تمام؟ يعني السكندري انفيرتيليتي الانسنس بتاعها اكتر من البرايمر. ده الرقم دي كلها مقدسه بالنسبه لنا. طيب الميل ولا الفيميل فاكتور ولا الانسنس بتاعهم قد ايه؟ الميل 30%. انتوا متخيلين؟ الفيميل 60%. انكسبلين ب 10%. الارقام دي مقدسه. تمام كده؟ 30% ده اللي هو ايه؟ بيور ميل فاكتور. يعني ست سليمه. 60% يعني الميل سليم. 10% الاثنين تمام؟ ممكن تسمعها في الراوند ارقام مختلفه شويه تمام؟ اللي هو ايه؟ يقول لك مثلا الميل 20 والفيميل 40 وكومبايند 30 فهمتوا؟ و10% انكسبلين. بس دي الارقام اللي معظم الناس بتستعملها. 30% الميل 60% الفيميل و10% انكسبلين. اوكي؟ طيب الانفيرتيلتي بقى هنتكلم فيها ازاي او كده؟ هو اولا عشان يحصل الحمل مطلوب ايه؟ ميل وفيميل صح؟ الميل مطلوب منه ايه؟ 3B 3B بيتنت بوتنت برودكتيف او برودكتيف بيتنت بوتنت تمام كده؟ 3B برودكتيف يعني بيطلع سبيرم تمام؟ بيتنت يعني مفيش اوبستراكشن، بوتنت يعني ما عندوش امبوتنس، قادر ان هو يحصل انتركورس وان هو يحصل يحط السبيرم في الفاجينا. واضح؟ ده دور الميل. طيب دور الفيميل بقى لو مسكنا واحده واحده كده الفاجينا بيتنت وما فيهاش مشكله وما اعرفش ايه، السيرفكس بيتنت والسيرفايكال ميوكس كويس، اليوترس حجمه كويس ووضعه كويس ويقبل، التيوب بيتنت وهيلثي وفانكشنال وكده، الاوفري شغال وبيطلع اوفم وما اعرفش ايه والكلام ده وبتاع. واضح؟ طيب فبالتالي الفاكتورز بتاعت الانفيرتيلتي هتبقى ايه؟ ميل which may be مش عارف برودكشن او مش عارف بيتنت او مش عارف صح ولا لا عكس، او فيميل، فيميل اللي هو ايه بقى؟ فاجينال فاكتور، سيرفايكال فاكتور، يوتراين فاكتور، تيوبال فاكتور، اوفيريان فاكتور. معايا حد كده؟ طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ المره دي والمره الجايه فاكتور هنشرح، بس هنشرح بالاولويه الترتيب والاهميه مش هنشرح بالاناتوميكال. اوكي؟
اوكي هناخد الميل الاول نخلصه اللي مخلصه اللي هو كام 30% تمام. طب الفيميل مين المهم ده 30% تقريبا وده 20% من الاجمالي من الاجمالي يعني 60 دولار بتقسمه ازاي 30 20 يتبقى 10 معايا 5 منهم ثابت والخمسه الباقيين ده معدل واضحه كده ده اقرب صوره يبقى الميل كام 30% الفيميل 60% 30% كيوبال 20% اوفاريان 5% سيرفايكال والفاجينال واليوتراين اي كلام حوالي 5% اوكي يبقى اكبر ثلاثه هنتكلم عليهم اللي هما ايه ميل كيوبال اوفاريان والباقي بتاخده بسرعه زي ان دي سكور اوكي يبقى اول صفحه ليه كلينيكال وشفوي والكلام من ده طبعا مستحيل تيجي نظري ده كده. نيجي الاول سؤال نظري اللي هو سيمن اللي هو الميل فاكتور بيجي نظري ابيض مش شغلنا لا شغلنا لان هو مين الاكشوال اللي بيمسك سيمن اناليسز وبيقراه بتاع النساء معايا لو في بروبلم هتبعته بتاع الجراحه يعمل له مثلا باريكوسيل او يعمل فاهم قصدي ولا لا ولكن اكشوالي مين اللي بيطلبه مين اللي بيتعامل هو بتاع النساء فده الجزء اللي يتجزا من شغلنا واضح الكلام فمهم جدا 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 وبيجي عادي جدا ومفيش اي مشاكل من اي نوع طيب تاني حاجه كلاسيك كده كل فاكتور هنتكلم على ايه الميل فاكتور الانسانس كام 30% الفانكشن اصلا بتاعت الميل تبقى ايه برودكشن برودكتيف بيتا بوت الكوزس هتبقى ايه اكس يعني مشكله ان هو مش عارف يعمل برودكشن او مقفول او في بيت طيب البرودكتيفيتي دي يعني الهايبوثالامو بيتيوتري تستيكولار اكس صح ولا مش شغال ما يفكركوش ده بحاجه بالملي بالملي زي الامينوريه صح ولا بس تاني هايبوثالامو بيتيوتري اوفاريان صح ولا علشان كده الجنرال كوزس والهايبوثالاميك كوزس والبيتيوتري كوزس زي هناك بالظبط زي الامينوريه بالظبط وطبعا لو امتحان نظري هتبقى اوفر او انت تكتب الاسباب دي لان السؤال هيبقى اوريدي طويل مش مشكله تمام كده ولو انتوا فاكرين برضه قلتها المره اللي فاتت في الامينوريه قلنا ايه مثلا لورنس مونبيدل فرولخ الكلام ده كله ميل وفي ميل لو انتوا فاكرين من البطن ممكن هنا وممكن هنا فلو جه في الميل هيعمل ديفكت برودكشن لو جه في الميل يعمل امينوريه صح ولا لا مين زياده بقى تستكرر اسباب طبعا منتهى الاهميه زي الاسكيما بتاعتنا كونجينيتال انفلاماتوري كروماتيك نيوبلاستيك وبوست ايريجيشن كونجينيتال زي ابليزيا او هايبوبليزيا او حاجه مهمه جدا اندسنت تيست صح هل الاندسنت تيست تعمل في انفيرتيليتي لو لونج لاستنج هتأفكت البرودكشن اوف سبرماتوجينيسيس فتعمل انفيرتيليتي صح انفلاماتوري هيبقى ايه مامس معروف او تي بي برضو بس المامس طبعا اشهر حاجه على فكره قريبه جدا من اسباب الاوفريز الاوفري تروماتيك اشهر حاجه او دايركت تروما ولو انها برضو بالالان كرايتيريا معينه دايركت تروما اللي تعمل انفيرتيليتي تمام او الفاريكوسيل الفاريكوسيل في ناس بتعتبره نوع من التروما على اساس انه بيعمل ثيرمال تروما معايا طيب هل الفاريكوسيل بيعمل انفيرتيليتي عليه علامات استفهام بعد اذنكم بس طب هل لما اعمل عمليه فاريكوسيل هتحسن الريزلت عليها علامات استفهام طب هل كل حاله فاريكوسيل وفيها انفيرتيليتي تتعمل عليها علامات استفهام بس عشان نحسب الموضوع ده خلاص مش عارف الجراحه اقول لكم ايه بس ده هو كده يعني فاهم يعني دلوقتي واحد بصوا معايا واحد متجوز بقاله 10 شهور وما خلفش وسيمن اناليسيس نورمال تماما وعنده بايلاترال فاريكوسيل سيمن اناليسيس نورمال تعمل يعمل ولا ما يعملش ما دي بقى فيها نصب بالهبل بقى انت فاهم اه يعني هو المفروض ما يعملش لان هو انت هو عايز ايه هو عايز سيمن اناليسيس صح ان الفاريكوسيل عامل له بين ده نظر ايش يبقى هو بيعملها عشان البين مش عشان الفيرتيليتي واضحه ولا لا ولكن لو فاريكوسيل وعامل سيمن اناليسيس اب نورماليتي اه دي غالبا بقى بتتعمل معايا ولا مش معايا عشان في نصب بالهبل
معايا؟ يعني هما مثلا اللي بيحصل ايه، هما اتاخروا شويه. طبعا تعرف الشعب المصري اصلا ما فيش سنه، السنه ده خيال علمي ما بيحصلش اصلا، واكد لك على جميع الليفلز ما بيفهموش، او في دكاتره او يعني الام ام والاتفاهم يعني. واحنا كمصريين هو الميل يبقى ميل الديفلوريشن، والفيميل تبقى فيميل لما تحمل، خلاص على جميع المستويات، وفاهم ازاي. فهو يعني بعد شهرين اكد لك، هما 3 شهور بالظبط ده لو هما صابرين، 3 شهور هيبداوا يدوروا خلاص، وعلى جميع المستويات. فانا قصدي ايه، واحد مثلا قابل بقاله 10 شهور بيتجوز وما حصلش بتاعه، وهو عنده فاريكوسيل، يبقى في نصب بقى بالهبل، يعمل ولا ما يعملش؟ فهمت ازاي؟ لو راح لدكتور جراحه ما عندوش ضمير يقول لك تعمل خلاص، لا. في حاله زي دي تعمل ايه؟ سيمن اناليسيس وتفاليويت، لو في ابنورماليتي ممكن يعمل، لو ما فيش ابنورماليتي المفروض يستنى مع ويت، لان مش ده اللي عامل المشكله. واضح؟ ده باي ذا واي يعني. طيب نيوبلاستيك سيمينوما مثلا او اي حاجه، وبوست الراديشن لاي سبب كان. كلام صح؟ يبقى كونجنتال ابليزيا هيبوبليزيا انتستيستس انفلاماتوري اشهر حاجه مامس، تروماتيك اوركيديكتومي وفاريكوسيل، نيوبلاستيك اي حاجه، وبوست الراديشن. كل ده في الايه؟ برودكشن. طيب بيتنت ببساطه كونجنتال انفلاماتوري تروماتيك نيوبلاستيك بوست الراديشن اوف فاز ديفرنس. فهمت قصدي؟ المشكله في الفاز صح، بس اهم كلمه لو عايز تكتبها ايه؟ باي لاترال، صح ولا لا؟ ما هو في ناحيتين، اعمل اللي تعمله في ناحيه ولا يفرق، صح؟ لكن لازم الناحيتين. فبالتالي بصوا لي بقى، كونجنتال باي لاترال كونجنتال ابسنس اوف ذا فاز. فهمت قصدي؟ انفلاماتوري مامس او تي بي باي لاترال في التو فاز. فهمت ازاي؟ تروماتيك اشهر حاجه بتحصل، مش عارف انت فاكرها ولا لا، اكسيدنتال لايجيشن ديورنج هيرنيا اوبريشن. خلاص، وفي استاذ جراحه مشهور قوي واخد بشلة في وشه بسبب كان عمل واحد بايلاترال لايجيشن، دوروا في وشهم بقى تمام. عشان كده يعني عمل بايلاترال لايجيشن بقى امبوتنت. نيو بلاستيك حاجه مشهوره بايلاترال بناين بروستاتيك هايبر بليزيا، بس دي يعني الموضوع مشهور بس صعب انه يعمل انفيرتيليتي او بوست راديشن. اجين كل الكلام ده يتقلف، بس افتكر ان هو البيتنت فين؟ باص. بوتنت بقى اكيد هيبقى الابنورماليتي هي امبوتنس، صح ولا لا؟ زي ما انتوا عارفين 90% سايكوجينيك و10% اللي هم بتاعه، وغالبا في الدايبيتيك، صح ولا لا؟ ده المهم الامبوتنس، تمام كده؟ الباقيين اي كلام، بقيه الاسباب اللي عندك واحده واحده كده. بريماتور ايجاكوليشن هيفرق في ايه؟ صح ولا لا؟ بريماتور ايجاكوليشن ما في ايجاكوليشن وهينزل في الفاجينا، صح ولا لا؟ هايبوسبيديس او ايبسبيديس بوزيشن وايز ماشي، لا بس هينزل في الفاجينا، يعني هل هيعمل فيرتيليتي؟ يعني سؤال، واحد هايبوسبيديس طول عمره ولما اتجوز اتاخر شويه، هو ده المشكله؟ هو لما يعمل عمليه الهايبوسبيديس هل فهمت قصدي ايه؟ فاهم؟ فكل الكلام ده عليه كونتروفيرسي. حتى الحاجه الوحيده اللي ممكن عليها اللي اسمها ايه؟ ريتروجريد ايجاكوليشن، ان الايجاكوليشن يحصل في البلادر ده اكستريملي رير، وبرضه مش غالبا مش كله، فاهم قصدي؟ يعني حبه هيطلعوا قدام وحبه يرجعوا، فاهم قصدي؟ بقى في الاساس هو ايه؟ امبوتنس، واجين 90% سايكوجينيك و10% اورجانيك. اوكي؟ يبقى ده الكوز لحد دلوقتي. اوكي؟ يبقى الكوز برودكتيف بيتنت بوتنت، دي هايبوثلاما وتيجر تستكرر اكسس، ده الفاز، ده امبوتنس، تمام؟ طيب هاو تو دايجنوز بقى المين فاكتور؟ سترلتي يعني عنده عقد سبب، مش هي يعني هو مش عمره هيعرف يخلي واحده تحمل، ممكن يبقى ازوسبرم، ممكن يبقى اي حاجه، ابسنتيسس ايبسنس وات ايفر، اي سبب الامبوتنس يعني النو اريكشن بس، معايا؟ طيب دياجنوز اوف ميل فاكتور، هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، على مستوى الهيستوري يفرق في ايه الهيستوري؟ واخد خدت روما قبل كده، في فاريكوسيل، في اندسندنت ديسس طول عمره، الجوب نفسها بتفرق، صح؟ لو الجوب بتاعته اللي هو بيقف وقف يعني وقوف مهول سجست فاريكوسيل، صح؟ عسكري مثلا، ايه؟ يعني برضه ده من اسباب الفاريكوسيل، تمام صح؟ تمام؟ بس مش زي بقيه الحاجات انت بتقولها يعني خلف الحمد لله.
العسكري اكتر طبعا ماشي. في مثلا حاجه زي الفران مثلا ده تيبيكال حلاق مثلا، بس لا التيبيكال الفران ليه بقى؟ مش واقفه بس، ده كمان ثيرما تبريشر بتبقى عاليه قوي ماشي. فالجوب تفرق معايا. طيب على مستوى الاكزامينيشن جنرال استخدم السكس كاركترز، هل هي ماسكولين ولا في هل هو كلاين فلتر مثلا تمام. ابدومينال اليوبيك هير هل هو ماسكولين ولا فيمناين. لوكال هايبوسبيدياس ابسبيدياس اتروفي ما اعرفش ايه اند سنتيسس الكلام ده كله معايا. طيب مين الاساس طبعا؟ الانفستيجيشن. مين الانفستيجيشن؟ ثم سيمن اناليسس ثم سيمن اناليسس فاهم. فلما يتقال لك في الاكزام ذا مين انفستيجيشن فور ميل فاكتور اس يس لا جدال خلاص. طيب لو حبيت تقول واحده ثانيه انا كتبهم بالترتيب تستيكولار بايوبسي، حبيت تقول واحده ثالثه انت حر بقى في الباقي كله ما يفرقش معايا. تعمل دوبلر على الـ على التستس كالتشر وسنسيتيفيتي يعني فاهم اي حاجه ثانيه عندك ما يفرقش. واضح؟ طيب ليه التستيكولار بايوبسي بتفرق في حاله ايه؟ ازوسبيرميا. معلش ازوسبيرميا يعني ايه؟ مفيش سبيرمز مش مفيش سيمين دي اسبيرميا. معلش الثانيه اسبيرميا لا دي ازوسبيرميا. ازوسبيرميا يعني في سيمين من غير سبيرمز. فانت تعمل تستيكولار بايوبسي لقيت في سبيرمز معنى كده ايه؟ اوبستراكشن. في اوبستراكشن ما لقيتش يبقى دي فعلا ازوسبيرميا صح؟ يبقى دي الحاله الوحيده اللي بتتعمل فيها تستيكولار بايوبسي صح ولا لا؟ طيب يبقى تاني الانفستيجيشن هي ايه؟ سيمين اناليسيس بوضوح في الاول يا ريحه تستيكولار بايوبسي واي حاجه بعد كده انتحار. طيب السيمين اناليسيس في كلام انتوا اوريدي واخدينه في الجلديه لسه مخلصين قريب تمام. في كلام بتاعنا احنا وده كلام المهم بيتاخد ازاي السامبل. المفروض 3 دايز ابسنس المفروض ماستربيشن او كويتس انتربتس بيبقى المفروض ايذر في اللابوراتوري او لو في الهوم وبيبقى اتنقل على طول وذين 1 اور ماشي. النورمال كاركترز بتاعته ماكروسكوبيك 3-5 ملي يبقى جريش وايت بيبقى فيزيت وبعدين يحصل له الليكوفاكشن بيبقى سبيسيفيك اودر والكلام ده. طيب الميكروسكوبيك بقى نيجي على الكلام المهم. الجدول اللي عندك ده شكله هو غريب شويه بس هو عباره عن ايه؟ بص معايا في كرايتيريا واضحه للسيمن اناليسيس اتحطت سنه 99 كل الناس ماشيه عليها اب تو ناو اوكي. في كرايتيريا طلع سنه 2010 خلاص لم تلقى نجاحا نهائيا لانها نزلت بسيمن اناليسيس ارض فاهم يعني كرايتيريا يعني خلت كل الناس في طيب فاهم ازاي فلم تقبل. ولكن لو في الشفوي ممكن ناس تسال هو ايه اللي 2010 فهمت بنتكلم ازاي يعني 2099 ده الاساس واضح ولا لا؟ 2010 خليلي الشفوي او لما حد يسال فيه ما تعتبرهاش انت تقول من نفسك. وعفيك زمان في الراوند زمان هم قالوا كده وكده ولا ايه؟ في ناس قالوا 2010 وفي ناس بتاعتهم ولكن في المعامل خلاص معظم الناس يعني قول 90% من الدكاتره ماشيين على 99 حتى بتوع الاندرولوجي حتى بتوع الاندرولوجي كلهم ماشيين 99 بعد اذنك ركزوا يا جماعه. فانت هتحفظ ال 2010 بس ما تقوليش من نفسك لو سالت فيه او لو كده فاهم معايا ولا لا؟ معظم الناس ماشيه على 99. طيب ايه هو بقى الكلام ده؟ احنا هقول 99 تمام؟ بص معايا الاماونت يعني بيتبل 4 مثلا ولا حاجه ماشي. الثري كرايتيريا مهمين قوي 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 اللي هم ايه يا جماعه؟ النمبر 20 مليون سيسي تمام. ايام زمان كان 120 وبعدين 100 وبعدين قل لحد ما وصل لكام؟ 20 تمام. الابنورمال فورمز لحد 50% مقبول برضه كان ايام زمان حاجات تانية دلوقتي وصل لحد 50% لو 50% سلام و 50% بايظين يبقى اكسبت. طيب الموتيليتي ده بقى عباره عن ايه؟ ركزوا معايا كده هتلاقوها في الانيميات في الاخر انواعها ايه؟ في حاجه اسمها A وB وC وD. انواع الموتيليتي A فورورد بروجريسيف فورورد نون بروجريسيف نون بروجريسيف نون بروجريسيف يعني ايه؟ بصوا كده افهموها بس الاول. فورورد بروجريسيف يعني ايه؟ تحت الميكروسكوبي تمام؟ هتلاقي الاسلام عامل كده يعني ايه؟ فورورد وبروجريسيف
يعني انت لو استنيت عليه شويه هتلاقيه طلع قدام وايه لينير. طيب اللي بعدها طب معلش بس ركزوا بس ده اهم ان انتوا تفهموها بس الاول. فورورد نون بروجريسيف يعني ايه؟ لو انت شفته كده واستنيت شويه هتلاقيه طلع قدام بس مش في خط واحد وكده، امال يعني بعد شويه تلاقيه بقى هنا وكده، بينما ايه وصل لهنا عامل كده. فهمتوا ازاي؟ فاهمين الفرق؟ مستور. يعني هو كان هنا ايه يبقى عامل ازاي اهو لانه ماشي كده. بي يعني فورورد نمبر بريسيف يعني طلع قدام بس مش ماشي صح. طيب سي اللي هو بيتحرك في مكانه نمبر بريسيف اتول. فهمتوا ازاي؟ مطلبات قدام يعني هو بيتحرك بس كده. طب دي نون مطير اصلا. اوكي فالكلام بيقول لك ايه؟ ايذر ايه 25% او ايه زائد بي 50%. يعني الكلام ده ما ينفعش مش عارفينه، ده من الاساسيات. اوكي دكتور يعني دول ثلاثه كراتين يعني اخر اثنين دول يعني ايه زائد بي يعني لا اما الايه يعني. شوفوا يا جماعه لو حد شاف فيكم سيمين اناليسيس في الموتيليتي بيقول لك ايه؟ ايه 20% بي 25% سي 35% مثلا يبقى دي 10%. فهمتوا؟ يعني هو بيقسمها لك كده وطبعا مجموعهم في الاخر هيطلع 100%. تمام كده؟ بس ففي الحاله دي ايه 20 صح؟ وايه وبي كام؟ 45 يبقى ده 45. فهمتوا قصدي ايه؟ لو مثال تاني يبقى ايه 20 بس ايه وبي كام؟ 55 يبقى ده نورمال. فهمتوا دي؟ يعني ايه لوحدها 25 او ايه مع بي 55. اوكي هما دول الثلاثة المهمين. هو سي ايه نون بروجريسيف يعني بيتحرك في مكانه بس الدي ما بيتحركش اصلا. بي فورورد لا فورورد نون بروجريسيف دي نون بروجريسيف اصلا مش فورورد بتتحرك. اوكي طيب الار بي سيز والباس سيلز اقل من 3 بالهاي باور فيلد. اوكي طيب فبالتالي ايه الابنورماليتي بقى؟ يلا اسبرميا. اسبرميا يعني مفيش سيمن. ازو سبرميا مفيش سبرم بس في سيمن صح؟ بالنمبر هيبقى ايه؟ اوليجو وبولي. اوليجو اقل من 20 بولي ازيد من 200 خلاص؟ الابنورمال فورمز هيبقى اسمها تراتو سبرميا لو ازيد من 50% خلاص. الموتيليتي هيبقى اسمها اثنو سبيرمي. في حاجه اسمها نيكرو سبيرمي يعني هو ميت كل ميت وده ملهاش حل انتهت خلاص. وفي هيماتو سبيرمي و بايو سبيرمي وكده. اوكي ده الكلام اللي انا عايزك تعرفه. طيب 2010 ده تعرفه زي ان بي او شفوي لو سالت فيه. قام غير بقى قام قللهم خالص بقى خلاص. ال 20 بقت 15 تمام. الابنورمال فورمز بقى 4% يعني لو 4% نورمال عادي ده اكسبتد. بس حاجه اسمها ستريكت كروجر كرايتيريا يعني كرايتيريا معينه بس طبعا برضو رقم 4% بس فطبعا صعب قوي. والموتيليتي بيقول لك ايه؟ A مع B 32 او A مع B مع C 55 او 40. اوكي بس تمام. فده بس عشان لو يعني لو في الامتحان قام سالك بالمنظر ده او في الشفوي قام رخم عليك وقال لك طب 2010 ايه اللي انت بتقوله ده كلام قديم واحد كامل ما انت عارف يعني في حاجه اسمها 2010. اوكي طيب هاو تو مانج بقى وفي ما اعرفش بيولوجيكال وبتاع. يبقى احنا دلوقتي قلنا الانفستيجيشن قلنا سيمن اناليسيس لازم ده يتحفظ بالتفصيل ولازم تبقى عارف الارقام المهمه هي ايه. النمبر كام؟ 20. الموتيليتي لا اما ايه 25 لا اما ايه مع بي 50. النورمال فورس اب تو 50% اوكي يليه اي حاجه تستيكولار بايوبسي في الازوسبرميا والباقي بقى قول زي ما انت عايز. طيب هاو تو مانج افتكر بريفنشن وكيوراتيف مهمه. بريفنشن دي مهمه هاو تو بريفنت الفيرتيليتي قول الكلام اللي احنا قلناه اون ذا سنت تيست تتعالج از ايرلي از بوسبل افويد اكسبوجر تو هاي تمبريتشر ولو الوقفه كتير وما اعرفش ايه الفاريكوسيل تعالجه وقلنا كرايتيريا معينه للعلاج بنشر فريت اوف بومب تمام ريت ريت انجكشن سواء كورلي تمام. طيب سيليتا معناها في سؤال اسمه بريفنشن اوف انفيرتيليتي سؤال جديد ممكن يجي
ميل فاكتور وفي ميل فاكتور ماشي. فالميل فاكتور هم الكام نقطه اللي انا بقول عليهم دول. طيب تريتمنت بقى هيبقوا ايه؟ بصوا معايا كده الميل فاكتور يتعالج ازاي بعد اذنكم. بصوا لي كده هو ما فيش الكلام كده اللي انا قلتهم بس مش اكتر من كده. على حسب هو مشكله في البرودكشن ولا في البيتنسي ولا في البوتنسي ماشي. لو المشكله في البرودكشن هما بيدوا حبه حاجات كده معروفين مالهمش لازمه، السيلينيوم والمالتي فيتامينز واللي ما اعرفش ايه والكلام من ده. وفي حاجه اسمها اندكشن اوف سبرماتوجينيس، زي الاندكشن فوبيليشن في الستات بالظبط، بيدي اف اس اتش ليش للرجاله والكلام ده كله بيبقى غالبا ما بيجيبش نتيجه في الاخر خلاص. فساعتها هيقوم يعمل ما يسمى اي ار تي اللي هي ايه، اسيستد ريبرودكتيف تكنيكس. يعني ايه بقى؟ اطفال انابيب وحقن مجهري وترفيح صناعي، كل يعني اسم شامل عام يشمل كل اي حاجه تساعد الزوجين. اوكي طيب لو المشكله في البيتنسي سيرجري اكيد، يعني لو في اوبستراكشن واضح يبقى سيرجري صح. لو المشكله في البوتنسي لو سايكوجينيك سايكوثيرابي، لو في اوبريشن معينه ممكن تتعمل اوكي، او تعمل برضو ايه خلاص. في حاجه كده كلام قديم اسمه الميونولوجيك انفيرتيليتي ما عادش حد بيستعمله اصلا. الميونولوجيك انفيرتيليتي يعني ايه؟ في انتي سبيرم اند بوديز بيطلع في الست دي من الراجل ده، فاهمين قصدي؟ وده السبب علاجه ايه؟ يعني الست دي بتطلع سبيرمز ضد انتي بوديز اجنس السبيرم بتاع الراجل ده بالذات تمام؟ فعلاجه ايه؟ تفصلهم عن بعض ازاي؟ استعمل كوندوم هو لا اوكي بس ده كلام قديم على فكره ما عادش يعني خلاص؟ فقال لك تفصلهم ازاي؟ استعمل كوندوم تمام؟ او تدي حاجه تهبط الميونيتي شويه الفتره دي، والكلام ده برضو اجين قديم بس هي مكتوب عندك لو حد صح. اوكي يبقى ده اي او اي نيوترو انسيميليشن. نيوترو انسيميليشن اللي هو ده اسمه حاجه اسمها بعد اذنكم بس يا جماعه سيمبلي كده لحد ما ناخدها المره الجايه. في حاجه اسمها اطفال انابيب اللي هو تاخد السبيرمز مع الاوفم وتحطهم مع بعض وكده. في حاجه اسمها تلقيح صناعي، في حاجه اسمها تلقيح مجهري او حقن مجهري. الحقن المجهري اللي هو الوال اكزي. الحقن المجهري يعني ايه؟ تاخد السبيرم تحطه جوه الاوفر تمام كده. ده لما ظهر نتائجه احسن فلغى اطفال الانابيب، بقى كل بيعمل دلوقتي حقن مجهري تمام كده. في بقى حاجه اسمها تلقيح صناعي بقى اللي هو ايه؟ تاخد السيمن بتاع الراجل وتحطه في الفاجينا بتاعت الست في جوه السيرفكس بس كبديل للانتركورس، فاهم قصدي؟ حاجه كده يعني 500 600 جنيه nothing، وفي نفس الوقت بتزود الانسان شويه ويعني اسمها تلقيح صناعي بقى. ايوه اوكي. يبقى الميل فاكتور بعد اذنكم كده سؤال مهم بلس 3 بلس 3 سؤال مهم. انسى 30% عرفنا الفانكشن عرفنا الاسباب. اجين المين انفستيجيشن از سيمن اناليسيس وارقام بتاعه 99 تتحفظ صم و2010 تعرفها كده ايه صم. طيب بعد كده تيوب الفاكتور على نفس السكيل قول يا رب الانسنس كام؟ 30% معايا؟ طيب الفانكشن بتاعت التيوب نورمالي تبقى ايه؟ او شود بي ايه؟ بيتنت هيلثي فانكشنينج تيوب. يعني ايه يا جماعه؟ مفتوحه وسليمه. يعني ايه شغاله؟ يعني ايه شغاله؟ يعني مش مفتوحه بس، السيليا نفسها شغاله ومفيش مشاكل. المفروض تبقى كده. طيب الكوزز بقى بتاعت التيومر فاكتور هي ايه؟ الناس اللي حضروا قبل كده في الاوبستاتريكس او الناس اللي ما حضروش نفس اسباب الاكتوبيك. يعني ايه برضو؟ فنتخيلها مع بعض. الانبوبه حصل فيها مشكله، لو اتقفلت نهائيا اتدمرت هتعمل انفيرتيليتي، لو باظت بس هتعمل اكتوبيك. يعني ايه؟ الشارع اللي بره ده شارع ضيق واصل ما من هنا لهنا تمام كده. لو يعني انت عارف اتحفر اللي هو مثلا مجاري اللي هي حفره طويله في الارض وما اعرفش ايه ما فيش عربيات هتعدي انفيرتيليتي تمام كده. لو بقى الدغدغ بس ما اتحفر انت فاهم، فالعربيه دخلت بعشم هيحصلها ايه؟ فهمت قصدي؟
نفس الكلام لو التيوب اتدمرت تماما هتعمل انفرتيليتي، لو باظت بس ما اتدمرتش الاوفا ما يعدي او الاسبرم هيحصل ايه؟ اكتوبر بريجنسي. فهمت قصدي؟ فهي نفس الاسباب اللي هناك اللي في الاكتوبر معايا، اللي هي سريعا كانت كونجنتال في التيوب تورشوس دايليتد فيها دايفرتيكولم انفلاماتوري، كان حاجه مشهوره جدا اللي هي بي اي دي سالفنج اوف رايتس تروماتيك، عملت تيوب لايجيشن او بتاع نيوبلاستيك اندوميتريوزس ماشي، اندوميتريوزس حاجه بتعمل ادهيجنز جامده او كلام من ده، حبه حاجات هناك. ولكن الخلاصه ركزوا معايا في الكلام اللي بقوله ده، ايه اللي يعمل انفيرتيليتي في التيوب؟ ثلاث حاجات، ثلاث حاجات بي اي دي بريفيس لابراتومي اندوميتريوزس، شايفينهم دول زي الحلقه في ودنك تمام، ثلاث اسباب اندوميتريوزس بي اي دي بريفيس لابراتوري، الثلاثه بيعملوا ادهيجنز، الادهيجنز هتلزق التيوب تبوظ الفانكشن بتاعتها. معايا ولا مش معايا؟ بي اي دي اللي هو ايه؟ بلفيك انفلاماتوري ديزيز سالبنج اوف رايتس، التيوب هتبقى انفلام تتلزق في بعضها. بريفيس لابراتوري طبعا معروف الست لما تتفتح مره بيحصل ادهيجنز صح ولا لا؟ طب اشهر لابراتوري هو اشهر لابراتوري سيزاريان طبعا صح ولا لا؟ يبقى سيناريو كلاسيك ممكن تسمعوا اللي هو ايه يا جماعه، واحده حملت ايميديت يعني حمل اتجوزت حملت ايميديت وبعدين ولدت سيزاريان، فبعد كده مش عارفه جاي ساكن في الفرتيلتي اوكي. طب تاني اشهر لابراتوري تمام ابندكتومي، عشان كده ابندكتومي لو انت تعمل واحده عندها ابندسايتس وهي فيرجن يعني تبقى مثلا 17 18 سنه لازم يعني تبقى انت واخد بالك كويس قوي في الحاله دي تتعامل معها صح خلاص، ونيفر ان هي توصل لمرحله الابندكولار ماس، عارفين الابندكولار ماس يعني بتلزق كل حاجه بعضها بتبوظ الدنيا بعد كده، يبقى تخلي بالك ان دي بيفرق معاها الموضوع بعد كده. واضح الكلام ده؟ يستحسن تكتب اشهر حاجتين هو ايه؟ سيزاريان والابندكتومي اوكي. ثالث حاجه الاندوميتريوزس، يعني ايه اندوميتريوزس؟ بريزنس اوف اندوميتريال تيشو او سايد نورمال كراين كافيتي بيعمل اديشنز لو، علشان كده مكتوب عندك ايه؟ تيوبال فاكتور از ذا موست كومون كوز اوف سيكندري انفيرتيليتي، طبعا يعني من غير ما تكتبها غلط سيكندري انفيرتيليتي. كلام منطقي ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليه بقى؟ عشان سيزاريان والبي اي تمام، وتركيب الاي دي يعمل بي اي دي صح ولا لا؟ يعني اشهر ولو انت جيت تفكر هتلاقي الكلام لوجيك صح؟ واحده كانت حملت قبل كده وخلفت ودلوقتي مش عارفه تحمل، هل المشكله في الاوفري؟ صعبه شويه لان ما هو كان اللي اشتغل في الاول اشتغل بعد كده صح. هل المشكله في الراجل؟ صعبه ما هو كان كويس انت فاهم قصدي ولا لا؟ هل المشكله في اليوترس او الفاجينا او الكلام ده؟ صعب صح ولا لا؟ اشهر مشكله تبقى منطقيه هي في التيوب. الكلام ده بيزك تسال في الراوند وام سي كيو شبه وكل حاجه خلاص. طيب هاو تو دايجنوز؟ الهيستوري والاكزامينشن بيرتبطوا بالثلاثه دول بالظبط، يعني كتب لك هيستوري اوف بريفيس اوبريشن، هيستوري اوف بي اي دي، هيستوري اوف لو في حاجه سجلت في الاندوميتريوس، الاكزامينشن سكار لو في حاجه سجلت في الاندوميتريوسس او لو في حاجه سجلت في بي اي دي. نيجي على الانفستيجيشن بقى، منتهى 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 الاهميه السؤال بقى، ممكن يجي اسمها حاجه اسمها تيوبال بيتنسي تيست او تيوبال فاكتور ده او ده، والتيوبال بيتنسي تيست دي اهم حاجه. ازاي اعرف ان التيوب دي مفتوحه ولا مفتوحه؟ اوكي خمس حاجات، لان غالبا اول واحد اللي هو الهيستروسالبنجوجرام بيتعرف والباقي بيتمسح. خمس حاجات الترتيب مهم، او اتليست اول واحد ده لازم يتقال اللي هو ايه؟ هيستروسالبنجوجرام لابراسكوبي واحدة واحدة كده معايا. يبقى تيوب البيتا سكس كام؟ خمس حاجات. أول واحد الهيستور سابنجوجرام، ده اللي هو بالعربي اسمه إيه؟ شعر سبب. لازم تعرف الكلام ده عشان أنت بتسأل الحالة تبقى أنت فاهم بتتكلم إزاي. أوكي؟ طب يعني إيه بقى الهيستور سابنجوجرام؟ أو فكرته إيه؟ بصوا لي كده. اليوترس عامل كده.
الفكرة بقى في ايه؟ ان انا هحط الضاي هحقنها من هنا وبطلع لي من هنا. لو الضاي دي حقنتها من هنا ونزلت من هنا اذا التيوبس مفتوحة، لو ما نزلتش يبقى التيوبس مقفولة. طب المنظر بقى بيبان ازاي؟ انا عايزين ترسموه المنظر ده هيبان بقى ازاي؟ هيبان كده. ده اللي هو ايه بقى؟ ده السيرفكس من جوه سيرفايكال كمان. اليوتراين كافيتي بيبقى مثلث، التيوب بتبقى خط. لدرجة التيوب انا ان شاء الله اجيب لكم فيستوس افيجي جرامر مره اشوفه. التيوب يعني ايه؟ لو انت بصيت كده ممكن ما تبقاش شايفها، محتاج تحطها في النور عشان يا دوبك تلمح الخط اللي باين. اوكي، يبقى ده الانر اسبيكت بتاع ده. اوكي، طيب انت بتعمل ايه بقى؟ ببساطه هتقوم تاخد تو فيلمز، يعني ده تستعمل ماده وتقوم تحقنها وتاخد تو فيلمز. الفيلم الاولاني اندر سكرين معايا، يعني اولا مين اللي بيعمل الاشعه السابقه دي؟ باي ذا واي دكتور نسا. دكتور نسا عند بتاع الراديولوجي مش بتاع الراديولوجي معايا، لانه اصلا انت بتستعمل الالات وحاجات واوليفن سبليشن كانيولا الكلام مش الكلام بتاعنا احنا. تمام، فانت شخصيا بتبقى تحت السكرين. تمام، والبيشن دايما في بوزيشن تحت السكرين، وانت هتقوم تحقن الصبغه وهو ده اندر سكرين وهو ياخد فيلم. الفيلم الاولاني هيبقى ايه كده صح؟ الفيلم الثاني بقى ايه اللي هيحصل؟ الضاي كلها هتنزل بقى البلف صح ولا لا؟ هتلاقي المنظر عامل زي ده بعدها بربع ساعه يبقى يعني ايه نزلت البلفز بقى وانتشرت عمل سميرنج بلفك سميرنج فاهمنا؟ بلفك سميرنج يعني انتشرت في البلفز. يعني المنظر ده اختفى ليه؟ لان الضاي خلصت خلاص، يعني فانت بتحقني وانت بتحقني قام ظهر المنظر ده. تمام كده، خدت الصوره الفيلم الاولاني، البيشنت بقى تروح تتمشى ربع ساعه كده ولا حاجه تبعد بعيد وبعدين ترجع تاني. كل الضاي راحت فين؟ في البلفس، انتشرت في البلفس معايا ولا لا؟ طيب ده يبين لي ايه بقى؟ طبعا يبين مليون حاجه، بمعنى تيوب مفتوحه. لقيت ما لقيتش التيوب دي اصلا مقفوله من بابها، فهمت قصدي ولا لا؟ لا ما لقيتش الاثنين، ولقيت اليوترس بس هما الاثنين مقفولين، فهمت قصدي؟ بعد ما حصل لقيت التيوب دي عامله كده، يعني دي كده ودي كده، واضح ان في ادهيجنز ملزقه خالص جايباهم على جنب صح ولا لا؟ ما حصلش سميرنج في البلبس، يعني ايه؟ كل الضاي هنا يبقى الحته دي ملزقه واضح تماما، فهمت قصدي ولا لا؟ يعني في معلومات كتير هتبان. يبقى تاني ايه الايديا بتاعتي في البتاع ده؟ ان انا هحقن ضاي من السيرفكس واستنى لما تنزل من التيوب. هاخد تو فيلمز، واحد ايميديت فيلم واحد ديليت فيلم. الايميديت فيلم هيرسم لي المنظر، الديليت فيلم هيوريني البلبس عامل ازاي. طب ما هي الماده المستعمله؟ في حاجتين، يوروغرافين يوتر سيرفر او ليبيدول وده ليبيد سيرفر. طب مين الاحسن؟ ركزوا معايا ككواليتي بيرتشر الليبيدول طبعا. ليه؟ تقيل تمام، هيبقى ابيض قوي، ابيض شاهد مع الفيلم نفسه اكس راي بالاسود هيوضح لي الصوره. تمام، بس مشكله الليبيدول فات امبوليزم، انت بتحقن اندر بريشر فممكن يعمل فات امبوليزم، فعشان كده اليوروغرافين هو اللي بيستعمل حاليا. واضح؟ يبقى مين الاحسن ككواليتي ليبيدول، ولكن كتوتال طبعا اليوروغرافين. اوكي، طيب النقطه اللي بعد كده بيتعمل امتى الموضوع ده؟ بوست نيسترال. قاعده، فقاعده اي حاجه في النسا بوست نيسترال. قاعده اي مانوفر هيتعمل في النسا جينيكولوجي بوست نيسترال. طب ليه؟ عشان حمل، عشان حمل. لو عملته ايميديت بري نيسترال انت ايه اللي عارف ده ممكن تبقى ست حامل وانت اللي تعملها ابورشن صح ولا لا؟ يعني دلوقتي هي حملت في نص السايكل صح؟ وحصل امبلانتيشن على اليوم ال 21، جيت انت سيادتك عملت الهيستو 70 جرام في اليوم ال 27 وهي ثاني يوم هيجي لها بيريود، كلام فارغ صح ولا لا؟ ان جنرال. وبرده حاجه ثانيه، بري نيسترال البلفس كله كونجستد صح ولا لا؟ على اخره عشان هيعمل نيستريشن صح؟ فالعمليه هتبقى بلادي. كقاعده اي مانوفر في النساء بيتعمل بوست نيسترال. تمام؟ طيب في حالتنا هنا ليه ما بيتعمل، ليه بيتعمل بوست نيسترال؟
ببساطة ما ينفعش يتعمل منسترول ولا يتعمل بري منسترول. سهلة كده؟ لأنه ما ينفعش يتعمل منسترول ولا بري منسترول، فبالتالي لازم تبص منسترول. طب ما ينفعش يتعمل منسترول ليه؟ لا منسترول يعني إمبوليزيشن صح، تتحقن under pressure فتعمل إمبوليزيشن، أو تعمل إندوميتريوز الصح ولا؟ وإندوميتريوز يعني إيه؟ بريس في إندوميتريال تيشو أو سايد نورمال ترانك. أنت عايز إيه بعد كده؟ إندوميتريال نازل صح وأنت بتشوف بتزقه صح؟ فغلط تماما. وعلى فكرة ده التفسير العلمي لأن الانتركورس حرام في الديورنج البيريود. يسألونك عن المحيط قل قل هو أذى والشامل يتعمل نساء في المحيط، عشان كده عشان إندوميتريوس قل هو أذى تمام. فإذا ليه ما يتعملش منسترول؟ إمبوليزيشن وإندوميتريوس. طب ليه ما يتعملش بري منسترول؟ هنسى ايه؟ بريجنانسي. وعلشان الاندوميتريوم هيأفك جدا صح؟ فتخيل هنا لو الاندوميتريوم فك قوي تخيل المنظر ده كده؟ تخيل هنا؟ يعني الاندوميتريوم فك هنا وفك هنا فيقوم يقفلك التيوب اصلا صح ولا؟ فيطلع لك التيوب كأنها مقفولة وهي اكشوالي مفتوحة. معايا ولا مش معايا؟ يعني المفروض يبقى المنظر ازاي؟ صح؟ هو هنا بقى فيك قوي كده وده بقى فيك قوي كده يفلك مفهوم؟ يبقى تاني ليه بيتعمل بوست النسترال؟ لانه ما ينفعش النسترال بسبب الامبوليزيشن والنيوتريوزيس ولا بري نسترال عشان البريجنسي والفولس ريزلت. طيب ايه الكونترا انديكيشنز؟ ابسوليوت طبعا بريجنسي طبعا مساء الفل، يعني الحالة بتعمل عشان انفرتال عشان مش عارفة تحمل تقوم هي حامل تقوم انت تعملها طبعا يعني، وده هيحصل هيحصل ابورشن فورا. او اكيوت بي اي دي صح ولا لا؟ ليه بقى؟ اكيوت بي اي دي، بي اي دي يعني سبنشن اوف رايتس. تخيل انت في اورجانيزم في التيوبس وانت هتقوم تعمل ايه؟ هتخليها بيرتونايتس. وش بيرتونايتس؟ انت هتدمر يعني انت فاهم انت كده يعني لو البي اي دي احتمال يخليها انفرتايل فانت انت ممكن اولا تخليها تموت ولو عدت هتبقى انفرتايل ديفنت. ماشي ده ابسوليوت. طيب ريلاتيف كونترا انديكيشن احنا لسه قايلين حالا بريمنسترال او منسترال سهله. طيب الكومبليكيشنز بتاعت الفيلم ده ايه؟ في كلمه شيب شوك هيموريج انفيكشن بيرفوريشن صح بتتقال في اي حته شوك هيموريج انفيكشن بيرفوريشن. وايه كمان بقى؟ الاندوميتريوزيس الرجي اي في اي. طب ايه الفاليو او الادفانتشز ده هيبين لي ايه بقى؟ احنا موضوعنا اسمه ايه؟ تيوبر تيست. ولكن هذا لا يمنع انه هيبين الباقيين على مستوى السيرفكس سيرفايكال انكومبتنس او سيرفايكال ستينوزيس صح ولا لا؟ على مستوى الليترس قولوا كده ممكن يبين ايه؟ لو في كونجيتال انومالي زي سبتا. لو بصوا كده بصوا المنظر ده كده طيب كورنيال تيوترس او سيبتم صح معايا. ايه كمان؟ فيلينج ديفكت. فيلينج ديفكت زي ايه؟ فايبرويد او بوليب صح. ايه كمان؟ ادهيجنز اشرمان سندروم معايا. لو اي دي بس انا هاخدها بعدين شكل اليوترس حجمه ايه وضعه ايه صح ولا لا كل ده هيبينه. طب في التيوب بقى اللي هو موضوعنا بيتا تيوب بيتنسي او تيوب ستينوزيس او تيوب اوبستراكشن صح؟ هيبين الثلاثه مفتوحه على الاخر او ضيقه او مقفوله تماما صح ولا لا؟ هيعمل يبين حاجه اسمها هيدرو سالبنس. يعني هيدرو سالبنس يعني ايه؟ ميه في التيوب. اوكي المنظر عامل كده بس انت فاهمين يعني ايه المنظر كده. في الديليت فيلم هيبقى المنظر عامل كده برضو عشان دي فيها مية ومش ما بتخرجش برا وهي ثابتة بالمنظر ده. طبعا دي مشكلة كبيرة ولازم تتحل. اوكي هيدرو سالبنس وبتفضل ما بتخرجش فبتفضل بقى بالمنظر ده. طيب هي دخلت من الاوستي من هنا دخلت من هنا ومش عارفة تخرج من الناحية التانية مش فهمت قصدي؟ فبعدها بربع ساعة برضو هتلاقي كل كاعة كده بعدها بشوية ربع ساعة ريترو بيردت فليكسد يعني ريترس ما حدو فورا ما حضرش الاناتو
طيب ثيرابيوتيك. طيب ده دايجنوستيك. طب ثيرابيوتيك يعني ايه ثيرابيوتيك يا جماعه؟ في حالات كتير يعني عدد مش قليل، الست مثلا بيبقى بقى لها سنه ما حملتش، واول ما تعمل هيستوسالبيجرام تلاقيها حملت، وهي يعني يعني والهيستوسالبيجرام طلع نورمال، يعني انت عملته لها وطلع نورمال وما كانش فيه مشكله، والسيم اناليسيس طلع نورمال ومفيش مشكله خالص، وهي حملت بعدها. طب ليه بقى؟ بص معايا، اولا مجرد انت بتحقن ماده كده بتنظف الدنيا، فممكن تزود الشانس. تاني حاجه ممكن يبقى ساعات في ميوكاس بلاك، يعني انت فاهم قافله الدنيا شويه فانت بتزقها. تالت حاجه ممكن يبقى فيه مايلد اوبستراكشن على خفيف، فانت البريشر بتاعك بيفتح. ممكن يبقى فيه سبازم، ودي بشوفناها كتير. يعني ايه سبازم؟ يعني هي قفشه، الحتتين دول قفشين فاهم، بس فانت اندر بريشر هتفتحه. كل الكلام ده موجود. ممكن تيوب تبقى كينكد تمام، يعني متنيه فانت اتربطت معاك تمام كده. ممكن تبقى يعني كينكد خالص متفردت كده ماشي. ممكن سايكولوجيكال، بس طبعا ده كلام مسائل فول، يعني عمل الدماغ فحملت بس اوفر شويه اوكي. فكل الكلام ده معايا، يبقى افتكر دايجنوستيك وثيرابيوتيك. الديس ادفانتجز بتاعتها ايه؟ هي ساعات بتدي فولس بس كده. يعني ايه سلمنجاكتس اسينكروناس؟ يبقى كل ده احنا بنتكلم في حاجه واحده بس، اللي هي هيسترو سابيجوجرام، عشان دايما بيتنسى. انت بتقعد تكتب الكلام ده وتنسى اللي بعديه. عباره عن اشعه ضاي يوروغرافين او ليبيزول، قلنا يوروغرافين اللي بيستعمل بتحقن، بتاخد فيلم ايميديت وفيلم ديليت. بيتعمل امتى؟ بوست نسترال، لانه ما ينفعش برين نسترال ولا برين نسترال، نسترال ولا برين نسترال. كونترا انديكيشن والبتاع ده الفاليو بتاعته، افتكر افتكر دايجنوستيك وثيرابيوتيك. الدايجنوستيك ده وده وده، والثيرابيوتيك الكلام اللي احنا. طيب الاربعه الباقيين بقى بسرعه، اللابروسكوب. طبعا اللابروسكوب اللي هو منظار البط ده، انت بتدخل فتحه في المشين، او حد ما سمعش قبل كده، تدخل في الامبريكاس بفتحه وتبص على مونيتور، وبعدين بقى بيبقى في فتحه او اثنين او ثلاثه تحت كده، فتحه صغيره كل واحده نص سنتي، بتقوم تتعامل من خلالها، وله الاته مخصوصه. يعني فانت البط بتتنفخ بالسي او 2 كده، وانت بقى بتدخل كده شايف بالكاميرا وبتبص على مونيتور. ومن ناحيه ثانيه بقى انت فاهم كل الالات بقى موجوده فاهم، يعني الاله نفسها بتبقى طويله كده، والهاندل بتاعها، وانت بتعمل فيه مقص، فيه مشرط، فيه دافير، فيه كل حاجه، كل الالات الجراحيه موجوده. ده الايه اللي برسكو. سؤال بقى منطقي جدا جدا جدا، هيفيدني بايه هنا؟ لا مش كده، انا بتكلم على تيوبر ميتنسي بس. ركزوا في السؤال، واحد بيعمل لابروسكو وبيشوف بعينيه، بعينيه ازاي يعرف التيوب مفتوح ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ يعني لابروسكو بيعمل مليون حاجه، انا بتكلم في النقطه دي. لو في حاجه ضغط انا لا، انا بتكلم ان التيوب مفتوح من جوه ولا لا؟ بتحقن ضاي، الضاي بقى مثل اسمها مثلين بلو، حاجه زرقاء خلاص. الاسيستنت بيبقى موجود وبيحقن ضاي. لقيت الفيمبر منزله ازرق يبقى مفتوحه، لقيت ما لقيتهاش منزله يبقى. فهمتوا الفكره؟ انا بتكلم في ايه؟ اللابروسكوب له مليون حاجه، ازاي يبين التيوب مفتوحه من جوه؟ لان كده بشوفها من بره. طيب تاني سؤال ده ممكن تساله في الشفوي ده، مين اللي احسن؟ الهيستوسابيجرام ولا اللابروسكوبي؟ هما كومبلمنتري لبعض. الهيستوسابيجرام بيبينها من جوه، واللابروسكوبي بيبينها من بره. مش عارف ايه مكتوب عنه. كومبلمنتري يعني بيكملوا بعض، ده بيبينها من جوه ده بيكملها من بره. اوكي؟ ازاي ده ريجنز؟ ما هي احنا قلنا التيوب المفروض تبقى بيتنت هيلثي فانكشننج صح. فكلمة فانكشننج دي معناها ايه؟ ان هي محمولة صح. وبتاع افرض ان في اديجنز عنيفة، بص للكرة كده، الاوبري على جنب، دي على جنب خالص بسبب الاديجنز. بس دي معايا مش معايا؟ ايه كمان؟ ده لابروسكوب. طيب اللي بعد كده هيستروسكوب، او خلايا سونو هيستروغرافي. يعني ايه بقى؟ بس مش
السونو هيستروجرافي يعني ايه يا جماعه؟ بعمل ترانس فاجينال الترا ساوند، الترا ساوند عادي خالص تمام كده، وبحقن سلاين جوه اليوترس بالسونار. لو لقيت فري فلويد معنى كده ايه؟ انه عدى صح ولا لا؟ المشكله ايه؟ يمين ولا شمال؟ فهمتوا؟ يعني الالترا ساوند ما بيبينش اي كقاعده، الالترا ساوند ما بيبينش تيوبس كقاعده، يعني فاهم الاوسوفيجاس ما بيبانش بالالترا ساوند، اليوريثرا ما بيبانش، فاهمين قصدي؟ ما فيش تيوب بتبان بالالترا ساوند. فانت شايف اليوترس وحقنت فيه ولقيت فيه حبه فلويد في الدوجلاس باتش، معنى كده ايه؟ انه عدى يمين ولا شمال، فهمتوا قصدي؟ فمش قويه يعني. رابع حاجه هيستروسكوب، هيستروسكوب يعني منظار رحمي. طيب ازاي منظار رحمي يقول لي التيوب مفتوحه ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ انت هتدخل هنا هتشوف الاوستيا بس صح؟ ده الحاجه الوحيده اللي تقدر تحكم عليها مفتوحه ولا مش مفتوحه. ولكن لو دي مفتوحه طب ما ممكن كل التيوب تبقى مقفوله صح؟ علشان كده في حاجه اسمها سابنجوسكوب، وده اندر ريسيرش، اللي هو ايه؟ من جوه الهيستروسكوب هتدخل بحاجه كده منظار رفيع بقى خالص، رفيع قوي وماليه بول خالص، تدخل جوه التيوب وستيل اندر ريسيرش. ممكن برضه. طيب اذا اللي مقصود ايه يا جماعه؟ واضح تماما ان اول اثنين هما المهمين، هو اللي فيهم الشغل صح ولا لا؟ يبقى هيستروس سابنجوجرام بالتفصيل زي اللابروسكوبي، هتكتبها بوضوح اللي هو ايه يا جماعه؟ كومبلمنتري، واحد ميثيلين بلو، اثنين كومبلمنتري، بعد كده ثلاثه اسامي لو انت مش عايز يعني سونو هيستروجرافي هيستروسكوبي وسابنجوجرام. عندك الاولد تيست، خد الاسامي بس، ده لو واحد هيستوريكال بقى، واحد من القدام قوي، الناس القدام قوي اللي في الناس عندها وبيسالك ولا حاجه، وساعتها مش هيفرق انت بتجاوب ولا ما تجاوبش اصلا، الشخصيات بقى الخرافيه الهلاميه ثلاثيه الابعاد، فمش هيفرق معانا، فخد اسامي وخلاص وسيبك الشبهه كامل، الشبهه كامل. ده كان الكلام ده ايام زمان بقى، كانت كوميديا قبل ما بقى في تطور في البتاع، كنت بتحن الست بسي او 2 تمام، لو بكبكت يبقى هي مفتوحه. اه والله بقى يعني لو انت بتحن سي او 2 لو ست بكبكت وسمعت ان السماعه ان هي في هواء جوه بطنها يبقى دي لا، وتعمل لها جهاز اندر دايفراجم وكلام جميل قوي يعني، طبعا كلام فاشل يعني. اوكي طيب هاو تو مانج، شوف احنا الدياجنوز خدنا فيه قد ايه، التريتمنت بقى ركزوا معايا بعد اذنكم يا جماعه، سؤال كومون بيجي دياجنوز اند تريتمنت اوف تيوبال فاكتور، ده على نص الدرجه وده على نص الدرجه، الدياجنوز ده كله بيساوي تريتمنت الخيبان اللي احنا نقوله دلوقتي، فركز معايا. اولا البريفنشن مهم جدا 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 جدا، ليه بقى؟ prevention is better than cure تمام؟ امنع ان يحصل تيوبال فاكتور، لان التيوبال فاكتور بتاعه من اسوأ الحاجات في التعامل معاه. ليه بقى؟ انا قلتها قبل كده في الاستاتكس، في اتنين تيوب في الجسم لو اتلعب فيهم مره انسى، الاليثرا والفالوبيان تيوب لو اتلعب فيهم مره انسى. ليه بقى؟ رفيعين، اليوم بتاعهم صغير جدا، هتاخد غرز هتقفلها هتسيبها هتتقفل، فاهم قصدي ولا لا؟ فتعامل معاهم من اسباب ما يقول، فحاول انت اصلا ما تعملش. طيب هاو تو بريفنت تيوبال فاكتور، قول الثلاثه الاساسيين، بروبر مانجمنت اوف بي اي دي، لما تعمل لابراتوري تخلي بالك بروبر مانجمنت اوف اندوميتريوز صح، مهم البريفنشن جدا جدا جدا. طيب التريتمنت بقى العناوين ايه؟ ميديكال سيرجيكال ار تي ده عنوان، وهو ده الاساس، وهو ده اللي بيستعمل دلوقتي، وده اللي بيتنصب، اللهم خد بالك فاهم يعني. هتقول ميديكال سيرجيكال ار تي عشان خاطر ما يتنساش، انت مش هتكتب حاجه بس هو لازم يتكتب، وده المين لاين دلوقتي. يعني ايه يا جماعه؟ في ظل تطور العلم محدش بيقرب للتيوب، التيوب باظت تروح تتكل على الله تعمل اطفال انابيب، معايا ولا مش معايا؟ طب ليه؟ لان احنا قلنا المحاولات الاصلاحيه في التيوب زي الزفت، وكمان ممكن تعمل لها اكتوبك صح ولا لا؟ ما هو انها بتلزق وبتعمل، فلا اما ما تجيبش نتيجه لا اما تعمل لها اكتوبك، ونسبه النجاح مش حلوه. واضح؟ يبقى انت لو جه السؤال ده تكتب ايه؟ بريفنشن وتريتمنت، التريتمنت ميديكال سيرجيكال ار تي، وتكتب ان الار تي هو ده الاساس دلوقتي. على السريع كده ميديكال بقى، كان في خلطه برضو ايام زمان كده، حبه انتي كورتيكوسترويد على انتي انفلاماتوري على انتي بايوتيك، ويحقن في اليوترس ايه جوه التيوب على اساس الصلاه النبي هي ايه هيظبطوا الدنيا يعني. كلام فاشل تماما، ده الميديكال. طب السيرجيكال اللذيذ بيقول لك ايه؟ نسبه النجاح 30% in the best hands تمام؟ يعني اللي ملوش حل
30% ان هي ستة تحمل. انتوا متخيلين مدى الفشل؟ تمام. طبعا دي موضة وانتهت تماما تماما. انت بتتكلم مثلا 20 سنة مش مخلوق اصلا بيعمل الكلام ده دلوقتي خالص. تمام كده. ده ايام زمان اللي هو بقى ايه تقعد تقوم تمسك التيوب بقى انت فاهم وتتعامل معاه على حسب في الكلام اللي مكتوب عندك بيقول لك ايه بقى. بص لو بروكسيمال تيوبال بلوك لو مقفولين من هنا دي الحاجه الوحيده ممكن تتعمل دلوقتي. بيقول لك التيوبال كانيوليشن صح. لو دخلت حاجه دكتها كده هتقوم تفتح التيوب صح. دي الحاجه الوحيده ممكن تتعمل لحد دلوقتي. ولكن يقول لك لو بقى في هايدرو سامبلز مثلا ايه قطعوا ووصل التيوبس ببعض طبعا مساء الفل معايا مش معايا طبعا كلام فاسد. لو في هنا مشكله ممكن تفتحها يعني اقطع كده الفيمبر واعمل فيمبر بلس يعني ايه فيمبر بلس يعني ايه اعمل فتحه جديده. لو في جزء ديفكتيف اقطعه ووصل طبعا الكلام ده كله كلام خلاص بس لازم يتكتب ماشي. بس بقى انت منظم انت بتكتب ايه خلاص. في عندك تكنيك ان انت هاو تو بريفنت الادهيجنز يعني لو انت بتتعامل بالكلام ده تاخد بالك ازاي ان ما يحصلش ادهيجنز حبه كلام خيبان ان انت تتعامل بالات بدقه ان انت تبقى واخد بالك وتحط انتي ادهيجنز ان مثلا ال 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 عارفين الماده البيضاء اللي في الجوانتيات السيرجيكال دي لما نزلت بتعمل انتيجينيك الخيوط نفسها تبقى رفيعه حبه كلام خيبان كده. اوكي ثانيه يبقى تيوبال فاكتور بلس 3 سؤال مهم جدا جدا جدا. التيوبال بيتا تيست هو الاساس التريتمنت افتكر بريفنشن وكيوراتيف كيوراتيف ميديكال سيرجيكال اي ار تي واي ار تي هو الاساس محدش ينسى خلاص. ده احنا كده خدنا موضوعين مهمين المره الجايه ان شاء الله هنكمل الفرديه دي هتبقى بكره الساعه 2 ان شاء الله. تمام بعد اذنكم بقى بالنسبه